بعد إغلاق الجامعات في مناطق الشمال السوري كان لابد من إيجاد حلول لتفادي توقف العملية التعليمية وبالأخص في المرحلة الجامعية. جامعات الشمال اختارت كما كثيرا من جامعات العالم أن تقدم التعليم عن بعد عبر منصات على شبكة الإنترنت، حيث يتم تبادل المعلومات بين الطلاب والأساتذة وتلقي المحاضرات على منصات تعليمية من خلال المنصة المعروفة باسم زوم. مع بداية الفصل الثاني طبعا قامت جامعة الشام العالمية باتخاذ قرار تعليق الدوام لمدة أسبوعين، حفاظا طبعا على الصحة العامة ومنعا للتجمعات طبعا في ظل انتشار وباء الكورونا. هذا القرار طبعا يتعلق في موضوع سلامة الطلاب كإجراء احترازي. من تصريح شخصية واحدة، طلاب وأساتذة الجامعة اتفقوا على صوابية هذا الإجراء، ولكن الآراء لم تكن متطابقة فيما يخص آليات تطبيقه ونجاعته من ناحية نقل محتوى تعليمي مساو لذلك الذي يتم الحصول عليه في الدروس العادية عندما يحضر الطالب شخصياً إلى قاعة الدروس. بالنسبة للتعليم عن بعد فهو يعني شيء جديد علينا، شيء أول مرة بناخده، فعم لا خلق في صعوبة. أما شيء جيد أنه في طلاب بيضلوا ببيتهم بيحافظوا على حالهم يعني من الفيروس اللي منتشر. لا شك أن إغلاق الجامعات كان أمراً لا بد منه في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن الحلول البديلة يجب أن تكون مناسبة وفعالة كي تؤمن لهؤلاء الطلاب الذين يعانون بالأصل من ظروف تعليمية صعبة. فالنظام وحلفاؤه لم يكونوا يفرقون بين ثكنة عسكرية أو جامع أو مدرسة أو حتى جامعة.